مرحبا لكل من يشاهدنا على منصة اليوتيوب وعلى بقية مواقع التواصل الاجتماعي للمركز الكندي للتدريب والتطوير الطبي. سوف نشرح لكم عن طبيعة عمل مركزنا وعن الخدمات التي يقدم، لذلك رافقونا لنهاية الفيديو. مركزنا يقدم حلولا متنوعة لضمان حصولكم على أفضل تجربة رعاية صحية، بالإضافة أنه يقدم المساعدة للكليات والجامعات الطبية والمستشفيات، وكذلك يقدم دورات طبية متقدمة لأحدث البروتوكولات الطبية الخاصة بطلبة كلية الطب والدراسات العليا، والأهم بأنه يقدم اختبار اجتياز المعادلة الطبية الكندية والأمريكية، والتي تعتبر من أهم المشكلات التي يواجهها طلبة كلية الطب، ويقدم دورات أونلاين وأوفلاين فيديو للتدريب الرقمي الطبي عن بعد. أما الخدمات التي يوفرها المركز الكندي للكليات والجامعات الطبية: تطوير التعليم الإلكتروني والطبي والمكتبة الرقمية. على مدار 8 سنوات قمنا بتطوير أساليب وتقنيات جديدة لطلبتنا المتدربين من خلال فروعنا في كندا وأمريكا الشمالية. مهمتنا هي تطوير المجال الطبي من خلال تقديم دورات سريرية تفاعلية، بالإضافة إلى محاضرات طبية تفاعلية أيضا. تتكون مجموعة الـMK الطبية من 4 مراكز رئيسية. المركز الأول هو مركز التدريب والتطوير الطبي، أما المركز الثاني هو مركز التدريب للموجات فوق الصوتية، والمركز الثالث هو مركز تدريب الأسنان، أما رابعاً هي شركة MK Medical Development. أما أنواع الخدمات التي يقدمها المركز للمستشفيات: يقدم مواقع الويب الطبية وتطوير البرامج، وكذلك يقدم التعليم الطبي المستمر. لتفاصيل أكثر راسلونا على أرقامنا ومواقع صفحاتنا الظاهرة أسفل الشاشة، أو زوروا موقعنا الكائن في بغداد الكرادة شارع 62 مقابل مطعم توست.